للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة، تبلغ أحاديث العمدة كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة، تبلغ أحاديث العمدة على حسب بعض الطبعات 430 حديثاً. ورتب الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله رتب كتابه على أبواب الفقه حسب ترتيب الحنابلة، والتزم فيه إخراج الحديث مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. هكذا قال في مقدمة كتابه، ومع ذلك فقد وجدت فيه أحاديث انفرد بها البخاري رحمه الله أو انفرد بها مسلم رحمه الله. ويقال بأن اعتماده في كتابه هذا على كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي رحمه الله. وكتاب العمدة كتاب مشهور جدا وغني عن التعريف، وقد كتب له القبول وتناوله العلماء بالشرح والتعليق كما سيأتي إن شاء الله تعالى.